نحن اليوم الورشة عم تصيب التعاون مع صندوق الأمم المتحدة السكاني. هذا العمل اليوم هو لتشوف الجمهور، نشوف كل المجتمع شو المشكلات اللي عم يشوفها بوجهة نظره، شو الأمور اللي عم تعمل عنف عند الناس اللي عم تتربى. طبعا العنف اللي عم نحكي عنه هون أو مصطلح العنف اللي عم نحكي عنه هو العنف الأسري، العنف اللفظي، العنف الإداري بكل أنواعه. اليوم هو الهدف الأساسي نشوف الناس شو عندها آراء، بعد هيك نبلش نشتغل على الحلول ونطلع بأفكار مشاريع. هدف الورشة نحن بدنا نسلط الضوء على المشاكل العنف اللي بتصير عنا بالمجتمع، وخصوصا العنف المجتمعي الأسري ضد المرأة وضد الأطفال. والهدف من هاي الورشة إيجاد وسيلة تواصل بين المنظمات والجمعيات والمدارس الموجودة اليوم حاليا معنا بالورشة، وإيجاد صيغة تعامل مشتركة ونطلع بحلول لهي المشاكل.